بالنسبة للجلسة الخاصة اليوم الأحد، أنا وجهت الدعوة وفقا للإجراءات اللائحية، وبلغتني الحكومة اليوم بأنهم لن يحضروا الجلسة يوم الأحد، وبالتالي إذا ما حضرت الحكومة لن تنعقد الجلسة، لأن كما جرت العادة منذ البداية الجلسات الخاصة تحضر الحكومة إذا تم التنسيق معها سواء على الموضوع أو على التوقيت، وحسب ما أخبرتني فيه الحكومة اليوم بأنه لم يتم التنسيق معهم وبالتالي لن يحضروا الجلسة. فقط أقول هذا الكلام لأن العديد من النواب اتصلوا فيني اليوم وطلبوا مني معرفة إن إذا كانت الجلسة ستنعقد أم لا، في البعض بيروحون العمرة، في البعض في ارتباطات خارجية، فبسؤالي للحكومة عن حضورهم هذه كانت الإجابة، ما راح يحضرون يوم الأحد. أنا ما راح أكون موجود، لكن نائب الرئيس أو من ينيب عني سيحضر، وإذا لم تحضر الحكومة سترفع الجلسة لعدم وجود الحكومة.